الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، مع اليوم السادس من الحرب، شهدت ميادين القتال جولان أشرس المعارك البرية والجوية منذ ساعة الصفر الأولى. وصفت وكالات عالمية مثل يونايتد بريس معارك الدبابات التي جرت على أرض سيناء في ذلك اليوم بأنها أكبر معارك الدبابات في العصر الحديث. بعد مواجهة واسعة بين قوات المدرعات والمشاة المصرية وقوات المشاة والمدرعات الإسرائيلية التي حاولت شن هجوم مضاد، وبينما كانت المعارك مشتعلة على الأرض لم تهدأ معارك السماء والبحر، فوجهت القوات الجوية المصرية ضربة موجعة إلى العدو في أبورديس وبلوظة، ونجحت قوات البحرية المصرية في تدمير زورق حربي إسرائيلي قبل أن تغرب الشمس اليوم السادس من الحرب. وفي معارك الجو رصدت وكالة الأنباء أخبار إسقاط نحو 23 طائرة للعدو و45 دبابة وعربة مجنزرة. وتضاربت تقديرات خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الذي تهاوت قوته بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مئات الأسرى الإسرائيليين الذين باتوا في قبضة الجيش المصري، فيما تحدث المعلق العسكري الإسرائيلي قائلاً: الجيش المصري أحرز بعض المواقع في الجانب الشرقي وأقام رأس جسر بعمق من 5 إلى 7 كيلومترات عن القناة، وهذه قضية يجب ألا نتجاهلها. ونتيجة للخسائر المتواصلة أمدت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل ب48 طائرة فانتوم دفعة واحدة. لم تنفصل الجبهة الداخلية عما يدور في مواقع القتال. سريعا تحول عدد من المدارس داخل المحافظات إلى مستشفيات للطوارئ بعد تجهيزها بالمعدات واللوازم الطبية. وفي مبادرة وطنية لدعم المجهود الحربي، طرح عدد من البنوك المصرية تحت مظلة البنك المركزي ما عرف بسندات تحرير الأرض المقدسة التي عكست مؤازرة الشعب المصري لجيشه الذي وصل على الجبهة تطهير الأرض ودحر قوة العدو. بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد،